الحمد لله يعني 10 أشهر من العمل، لأن نعمل طروفاويت مؤسسات وطنية اللي تقوم الآن تقريبا بالأعمال المناولة، مناولات جزائرية خلتنا نصل إلى هذه النتيجة. إحنا الآن تقريبا في 80% من نسبة الإنجاز، وإن كنا في سنة يعني في في في, في 10 أشهر من قبل كنا تقريبا في 30%. تقدم لا بأس به، مازال عمل، مازال جهد، وراح نتواصل في هذا العمل. نذكر انه حتى في الشهر الكريم المؤسسات كانت تعمل في النهار وفي الليل، مازال نزيد نعمل اكثر ان شاء الله. راح نعمل انه في 5 جويلية او يعني بعد شويه قادر يعني نقوم بالانتهاء من هذا الصرح الرياضي اللي راح يكون يعني مفخرة لولاية الجزائر. Définitif du chantier qui est à 3 km, elle est prise en charge par le DTP. Donc là, il y a un cours de réalisation. Je me suis dit que je suis en train de faire un projet à la fin du 5 juillet ou au mois de juillet. Dans le mois de juillet, on termine le travail. Nous avons un planning en 3 fois 8, un planning serré où nous avons fait. سواء في الاكستيريور سواء داخل الطرف او البنك نصورا ورونديب ان شاء الله. ان شاء الله. لزاد نيوز، أن يصلك الخبر بالصوت والصورة.